ألا يا مرحبا ترحيب باسم الشيخ أبو غزايا باسم رع البويضا يا عسى الأيام تبطيب باسم رع البويضا يا عسى الأيام تبطيب يا لو دار الزمن ما حيد يا فواز عم بداية يا لو دار الزمن ما حيد يا فواز عم بداية ولا ابغى الحاجة اللي تزعل الهذلان وعتيبة عساكم للبقاء العزوة اللي تحكمون الراية عساكم للبقاء العزوة اللي تحكمون الراية وهذه عادة الطيب يكمل في مواجبه تثبت على ممشاك وبثبت على ممشاي لكن بليس ملعون الصلايب وش نسوي به محشوم فالقبال والقفاية على ما الجار تال الوقت شاين تنهى ناديبة على ما الجار تال الوقت شاين تنهى ناديبة ولا يا جار محشوم فالقبال والقفاية من أول كنت أريد سيف مع سيفي تضد عدايا وعقب السيف عود خنجر مسموم ماليبة وعقب السيف عود خنجر مسموم ماليبة أنا يا صاحبي ماني بمتنقد مع خوياي والانقف خوي الجنب ما نجرح عراقيبه طول ليلك وانت رايح جاي راحت ملعبتنا بين تسليمه وترحيبه صلماني بشيل الدب في مخبايا ونعم ألا يا شين حظ اللي يشيل الدب في جيبه ولا يا شين حظ اللي يشيل الدب في جيبه ولا صلماني الدب في مخبايا شتمنا بندق الرماية وثر العيب في الرماية عساها تنثارت ما تجلى في تل أبيب عساها تنثارت ما تجلى في
كنا خطير وكل يوم يسوي مصيبة. تراني كاشف معناك قبل انشدك عن معناي، وانا لنشد فين المعنى وازيد الشك والريبة. الله ما ترى عد فاللزوم يداي، والانجل ما قفل غصب مالي عنه تجنيبه. مضى خمس سنوات تقول لي دعواك من دعواي، واقول الخير تحريبه وترك الشر تحريبه. واقول الخير تحريبه وترك الشر تحريبه. العلوم ويفرح الحكاي، نبى ندعي لكل البدو في مكة وفي طيبه.